يرحم جميع الأموات ديالنا ويشافي المرضى إن شاء الله. والله يرحم الشاب الثلاثيني اللي تم قتله وبواحد الطريقة بشعة وحرقوا الجثة ديالو ولاحوه في الحي محمدي. هادشي ما عمرنا كنا كنسمعوه في مدينة أكادير ولا من الشيم ديالنا حنا المغاربة هاد الجريمة بهاد الوحشية بحال هكا. البارح بتدخل من إدارة المراقبة التراب الوطني لا دي اس تي والعناصر ديال الشرطة القضائية تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك شخصيا متبع هاد القضية هادي وعطى التعليمات ديالو وكيأطر هاد الأمور، تم إلقاء القبض على واحد المشتبه فيه اللي هو اللي ارتكب هاد الجريمة، وكيقلبوا على الناس اللي كانوا معاه كيتداول أن خمسة ديال واحد آخرين مشاركين في هاد الجريمة ديال القتل ديال هاد السيد هذا. البارح في الليل قرقبوا عليه، راه هو في الكوميسارية بيت عندهم تما، يمكن يقال أنه اعترف والأمور راها غادة، لونكيت راه هي غادة. نعاود لكم عليه، هاد الشاب الثلاثيني كينشط في التجارة الإلكترونية وكيتسال واحد المبلغ كبير لواحد الشاب واحد آخر عنده 27 سنة 372 مليون. هاد الشاب الثلاثيني كان غادي يسافر لقطر مع واحد المجموعة ديال الشباب ولاد أكادير غيمشيو يشجعوا الفريق الوطني المقابلة مع كرواتيا. دار مع هاد السيد هذا وقال ليه عافاك عطيني شي حاجة ديال الفلوس اللي كانت سالك، قال ليه واخا أجي يلا أجي عندي. هادشي نهار الاثنين خرج هذاك الشاب وقال صحابو عافاكم تسناوني غنمشي نجيب شي فلوس وراني جاي. راه كنتكلموا غير على شي حاجه قليله غيديها في جيبو، ماشي غير يرد ليه الفلوس كامله. لما استدرجوا جا عنده هزو بالطوموبيل اداه. انا عندي شي اوديوات اللي خلاهم المرحوم الدراري صحابو وكيقول لهم راني غادي وجدوا المقيله غير تسناوني غنجيب شي امانه وراني راجع. اداه لتماعينت تما تسناوه افراد اخرين ديال غنسميهم انا عصابه وشنقوه بواحد الكابل ديال الكاوتشو. تمات في الليل هزوه داو الحي محمدي كبوا عليه ليسونس وشعلوا فيه العافيه، قالوا غادي نغيروا معالم الجريمه ولا راه ملي غيتكربوني زعما غاديش يتعرف. حصلوا لا دي اس تي ملي دخلت على الخط حتى حاجه ما غادي تزقل. شوفوا هاد الشاب دابا اللي قتل عنده 27 سنه خرج على حياته كامله لان غالبا غادي ياخذ المؤبد. خمسه ديال الشباب معاه اخرين كلهم غادي يمشيو، عائلته في محنه، أرزة هذيك الام ديال واحد الطفله عندها 9 شهور اللي هي الزوجه ديال المرحوم، عائلته الصغيره، والديه، واش ماشي حرام هادشي؟ تحيه بعدا الامن الوطني لا دي اس تي النيابه العامه اللي قاموا بالواجب وفي واحد الوقت وجيز فكوا هاد اللغز. ولكن راه شنو نقول لكم، بحال هاد العناصر اللي كي ولا هاد المواطنين اللي كيرتكبوا هاد الجرائم بهاد البشاعه، والله ما عرفت فين تربوا فين تشبعوا بهاد الفكر الجرمي، غير الله يدير شي تاويل الخير وصافي.